حضوره هنا في هذه في هذا الحفل الذي ينظمه جمعيه الممرضين متعددي التخصصات في جهه مسا. المناسبه بطبيعه الحال هي الاحتفال باليوم العالمي للممرض، وانا احضر هنا باعتباري ممرضا مبدعا، ابدع في الكتابه القصصيه والكتابه الروائيه، واحضر هنا لكي يتعرف لكل الممرضون على الابداعات التمريضيه وعلى المنتوجات بمعيه الفنانه التشكيليه الممرضه نجاه يدعليوبي التي هي بدورها تحضر كفنانه ممرضه مبدعه، تحضر هنا وتحضر معها معرضها الفن، معرض الفن التشكيلي. بهذه المناسبة أتوجه بالشكر الجزيل للجمعية، جمعية الممرضين بجهة مسا، لهذا التنظيم ولهذه الحفاوة ولهذا الاستقبال الكريم، ولكل الجهات المختصة الذين احتضنوا هذا النشاط من أجل تشجيع المبدع الممرض، الممرض عموما والممرض المبدعون على وجه الخصوص، وشكرا لكم. غتسولني شنو هي العلاقه ما بين الصحه والفن التشكيلي؟ نقدر نقول لك بانه الفن التشكيلي هو سيت اون ثيرابي. دابا الناس كيتداووا بالفن ومتنفس، كنقدروا نعبروا به، نعبروا على الدواء ديالنا، نعبروا على شي حوايج اللي ما نقدروش نقولهم اوغالمون، كنعبروا بهم بالفن. ومن خاصيه الفنان والممرض كاينين خاصيات مشتركين، كاينين خصائص مشتركة ما بين الممرض والفنان، والهدوء، التركيز، الدقة، الدقة في العمل والتفاني. يعني ان طابلو الا غترسمو خصك ضروري يعني لا كونسونتراسيون، خصك تانسبيرا، خصك بحال طقوس، خصك تخلي ليسبري ارتستيك ديالك يكون خدام باش تخرج اون اوفر تكون يعني تكون حتى مقتنع بها، وبيان سور الناس يتعجبوا بها. بالنسبه كيفاش كنلقى الوقت للرسم، بحكم انني يعني انفيرميير، يعني الوقت ديالي اغلب الوقت كيكون في الخدمه، كنحاول ما امكن انني نلقى الفن وقيته، حيت هو متنفس. يعني انا كنحس براسي اتنفس فنا، اتنفس بالفن. الفن خاصو وقت. امتى كنرسم انا؟ في لي جور فيغيي، الويكاند، بالليل. كنحاول نسرق وقيته، كنحاول نسرق واحد الوقت واخا غير شويكوب نخدم فيها. يا اما نخدم واحد لابارتي في اون اوفر، و سا ديبون سا ديبون سا ديبون سا ديبون لي كونديسيون ديال الخدمه. خص الواحد رغم ذلك، رغم يعني لي كونديسيون كيكونوا كتكون شويه د لا شارج وهذا، الواحد يلقى متنفس ديالو، وانا المتنفس ديالي هو الفن التشكيلي. الاغلب ديال لي طابلو ديالي يعني لانسبيراسيون كتجيني من يا اما من لوندغوا، البلاصه اللي خدامه فيها، يا اما من لي كونديسيون، يا اما من الكليما، يا اما يعني كنت انسبيرا من لي كونديسيون اللي انا عايشاهم. والاغلبيه ديال لي طابلو ديالي رسمتهم في البلاصه فاش انا خدامه، عندي اون اتوليي كنخدم فيها لي طابلو في لي جور فيغيي ديالي. كلشي كاين ان طابلو لي انسبيريتو من النيله، يعني نورمالمون البلاصه اللي خدامه فيها انا بلاصه صحراويه، منطقه صحراويه، والناس يعني هي كتستعمل بوغ لا بوتي، يعني الناس كيديروها في لي ماسك وهذا، انا تانسبيريت منها وخرجتها في ان طابلو اللي سميتو النيله. بالنسبه لهذا لو طابلو يقدر يكون انا، يقدر يكون انت، يقدر يجسد اون اوتر بيرسون. هو الا جيتي تشوف فيه كاين تداخل ما بين جوج دي كولور اللي نورمالمون ما كيتجمعوش، دو كولور يعني دي كولور دو كونتراست، البلو مع الاحمر، البلو ولو روج نورمالمون ما كيتجمعوش، سو سون دي كولور دو كونتراست مجموعين في اون سول بيرسوناليتي. سيتادير كاين واحد الرمزيه لهاد لي كولور. اشنا هي هاد لي كولور؟ كيرمزوا لي شونجمون دو بيرسوناليتي، المزاجيه، التقلبات المزاجيه. ممكن مثلا الزرق كيرمز للهدوء، للذكاء، لو كونتخيغ ديال الاحمر
وإلا لاحظتي مزيان بأنه لا بارتي اللي كاينه لو روج راها مغطيه، يعني كل واحد فينا فيه داك لو كوتي اللي باين ولو كوتي اللي مخبي، دونك ما تحكمش انطلاقا من بروميير امبرسيون. كل واحد كل واحد كيفاش غيشوف الطابلو، يعني كنخلي انا المجال محلول لاي واحد، مجال يكون مفتوح لاي واحد بغى يعني يدير قراءات وحدين اخرين.